أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثامن مدرسة توليب والياسمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل معا ما أخذناه في الباب الثالث، باب الهضم في الحيوانات. طبعا احنا خدينا بداية الباب، لماذا يحتاج الجسم إلى الطعام وشن هي المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، وعرفنا ان هي عبارة عن الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات. كذلك خدينا ايضا الانزيمات، وخدينا عن شن تتوقف الانزيمات. اليوم نبغى ناخده اللي هو الجهاز الهضمي في الانسان، يعني المواد الغذائية اللي حكينا عليها كيف يتم هضمها وكيف يتم الاستفادة، وشن هو الجهاز المسؤول على القيام بعملية الهضم. فعملية الهضم هي شو معناها؟ هي تحويل مواد المعقدة التركيب، يعني المواد الكبيرة التي لا يمكن تكسيرها داخل الجسم، إلى مواد بسيطة ويمكن الجسم الاستفادة منها. فالهضم تتم بواسطة جهاز متخصص يسمى بالجهاز الهضمي في الإنسان، وهو الذي يتركب من القناة الهضمية، وهي عبارة القناة الهضمية على أنبوبة طويلة متصلة يبلغ طولها حوالي 9 أمتار كما هو موضح بالرسم اللي قدامكم. يعني هذا عبارة عن الجهاز الهضمي، عبارة عليه قناة طويلة يبلغ طولها 9 أمتار، بداية من فتحتي اللي هي فتحة الفم عند دخول الطعام، وتنتهي بفتحة الشرج وهي فتحة خروج الطعام. طول القناة الهضمية هي كلها حوالي 9 أمتار. هذه القناة الهضمية أو هذه الفتحتين هي فتحة الفم وفتحة الشرج، يوجد فيما بينها الأعضاء الأخرى من القناة الهضمية، كذلك تتكون من ملحقات القناة الهضمية اللي هي العبارة عن غدد البنكرياس والكبد والغدة اللعابية. طبعا احنا عرفنا أول فتحة للجهاز الهضمي هي فتحة الفم، ثم يليها البلعوم، ثم المريء، هذا المريء، وبعدين عندنا المعدة. بعد المعدة شن في هذه المعدة؟ وبعد المعدة عندنا الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. هذا بالنسبة للجهاز الهضمي، هذه تعتبر الكبد، وهذا البنكرياس، هذا الحجاب الحاجز وهو الذي يفصل المحتوى الصدري عن المحتوى البطني. طبعا هذا فتحة الشرج أو المستقيم، هذا بالنسبة لتركيب الجهاز الهضمي. قبل ما ناخذ كل التفصيل على كل عضو من تركيب الجهاز الهضمي، لازم نعرف شن هي العمليات الرئيسية التي تحدث في داخل القناة الهضمية المختلفة، يعني الماكلة اللي بناكلوها شو بيصير لها من عمليات في داخل أجسامنا. تحدث 4 عمليات رئيسية للمواد الغذائية التي يقوم الإنسان بأكلها. أول حاجة العملية الأولى هي عملية الاغتداء، ثاني عملية هي الهضم، وبعدين عندنا الامتصاص، وبعدين عندنا التغوط أو التبرز. فنجو أول حاجة اللي هي عملية الاغتداء. شو معنى عملية الاغتداء؟ هي العملية وضع الطعام في الفم، يعني بمجرد بني آدم ما ياخد المضغة أو الطعام اللي بياكله، مجرد ما دخوله في الفم، هذه تعتبر عملية الاغتداء. وين يحدث مكانها في القناة الهضمية؟ يحدث مكانها في الفم. يعني بناخذ كل عملية ومكان حدوثها أو مكان هضمها في القناة الهضمية. فهذا بالنسبة للاغتداء. بنجو تاني حاجة اللي هي للهضم. الهضم هو عبارة عن تكسير الطعام إلى جزيئات صغيرة قابلة للذوبان، يعني تكسير الطعام يعني المواد الغذائية الكبيرة إلى جزيئات صغيرة قابلة للذوبان. وتحدث هذه العملية تحدث في الفم والمعدة وجزء من الأمعاء الدقيقة. يلي تلك العملية عملية الامتصاص. شن عبارة الامتصاص؟ يعني بعد ما يتم هضم الطعام لازم نستفيد منه. بقى كيف نستفيد منه هذا الطعام؟ بعملية تسمى بعملية الامتصاص. عملية الامتصاص شو معناها؟ انتقال جزيئات الطعام المهضومة خلال جدار القناة الهضمية إلى مجرى الدم، يعني من خلال جدار القناة الهضمية إلى مجرى الدم تنتقل هنا عملية الامتصاص الماكلة اللي تقليناها. هذا وين تحدث هذه العملية؟ تحدث في الأمعاء الدقيقة. عملية التغوط أو التبرز خروج فضلات الطعام،
التي لم يتم هضمها أو الغير المهضومة إلى خارج الجسم، اللي هو عن طريق يسمى بالبراز، هو عن طريق شني، عن طريق فتحة الشرج. هذه العمليات الأربعة التي تحدث للطعام في داخل القناة الهضمية. ونجو توا نبو نعرفه كل جزء من القناة الهضمية وشنو وظيفة كل جزء في القناة الهضمية. أول حاجة نبو ناخده اللي هو الفم، هذه فتحة الفم. طبعا الفم شن بيحتوي؟ مجرد ما بياكل الانسان الفم، قلنا بعمليه الاغتداء شن بيصير؟ طبعا احنا بنضع الطعام في الفم، وبعدين شن بنديروا له؟ بنمضغوه وبنحولوه الى قطع صغيره بواسطه شني في الفم. عندنا الفكين العلوي والسفلي بيحتوي على الاسنان. طبعا الفك السفلي ديما بيكون متحرك والعلوي هو بيكون ثابت. باهي احنا مضغنا الطعام وكسرناه بواسطة الأسنان، عندنا غدد في الفم تسمى بالغدد اللعابية. شنو وظيفتها؟ بتفرز اللعاب. اللعاب له وظيفتين رئيسيتين. شن هي الوظيفة الأولى؟ طبعا ترطيب الطعام حتى يسهل بلعه. الوظيفة الثانية بيعمل على إنتاج إنزيم، هذا الإنزيم يسمى بأميلاز اللعاب الذي يبدأ في هضم النشا المطهي. ركزوا معايا يا طلبة، يعني احنا عندنا اللعاب عندنا وظيفتين رئيسيتين، الوظيفة الأولى ترطيب الطعام حتى يسهل بلعه، بينما الوظيفة التالية إفراز إنزيم يسمى بأميلاز اللعاب الذي يبدأ في هضم النشا. هذا بالنسبة لوظيفة اللعاب. بعدين الطعام شن بيصير إذا كان احنا بيصير هضم جزئي للنشا، قصدي للطعام اللي بيحوله الى النشاء، باقي الطعام شو بيصير له؟ يكوره اللسان ويعمل على دفع الطعام الى مؤخرة الفم ومن ثم ضغطه الى المريء، وهذه العملية المعروفة بعملية البلع. هذا بالنسبة للفم شو بيصير فيه، يعني الفم يحتوي فيه التجويف الفمي، يمضغ الانسان الطعام يقوم بتكسيره إلى جزيئات صغيرة بواسطة الأسنان حيث تقوم بتقطيع الطعام وطحنه. بواسطة اللعاب عند وظيفتين، عند غدد لعابية تفرز اللعاب، هي بتفرز لي اللعاب الذي يعمل على وظيفتين، ترطيب الطعام وحتى يسهل بلعه. كذلك شن تاني يحتوي عليه؟ إنزيم يسمى بأميلاز اللعاب الذي يبدأ بهضم النشا. بنجو حاجة تانية عندنا تسمى بالمريء. المريء هو عبارة عن أنبوبة طويلة، بهي جدران الأنبوبة هذه شو بتحتوي؟ بتحتوي على على عضلات. العضلات هذه الموجودة في المريء عندها عمليتين تقوم بها، عملية انقباض وانبساط. هنا العملية الحركة تكون لي حركة زي تموجات تسمى بالحركة الدودية التي تعمل على دفع الطعام إلى المعدة. هذا بالنسبة للمريء. هل يتم هضم في المريء؟ لا يتم اي هضم للطعام داخل المريء. علاش؟ لان ما فيش لا انزيمات، ما فيش عصارات، لذلك الطعام ما ينهضمش في داخل المريء، بل نتيجه التقلصات هذه العضلات بواسطه عمليه انقباض وانبساط بتعمل على دفع الطعام ومروره الى المعده، ولا يحدث اي هضم في داخل المريء. بعد الطعام ما يترك المريء بيدخل الى المعده. بنجو المعده، هذا الشكل عبارة عن المعدة، عبارة على شنو؟ هي عبارة على كيس قابل للتمدد، يعني كلما عبيناه ماكلة كل ما يزيد تمتد جدران المعدة. شو بتحتوي جدار المعدة؟ بتحتوي على غدد معدية. هذه الغدد شو بتفرز؟ بتفرز عصارات. ما دامها بتفرز عصارات معدية، هل يتم هضم في داخل المعدة؟ طبعا يتم هضم في داخل المعدة. علاش؟ لأن المعدة بتفرز لي عصارات، هذه العصارات تساعد على هضم المواد الغذائية. بهي حتى جدران المعدة بتحتوي على عضلات بتعمل على تكسير الطعام إلى أجزاء أخرى وتخلطها بالعصارة اللي بتفرزها المعدة. بهي عصارة المعدية بتحتوي على شنو؟ بتحتوي على، ركزوا معايا يا طلبة، بروتيزات اللي هو إنزيم بيعمل من اسمه، زي ما قلت لكم في الدروس اللي فاتت ان بروتيزات من اسمه بروتيزات، يعني تعمل على هضم البروتينات. كذلك بتعمل على افراز حمض الهيدروكلوريك المخفف الذي يوفر الوسط الحمضي في داخل
المعدة. طبعا يظل الطعام في داخل المعدة لساعات قليلة وبعدين بينتقل إلى الأمعاء. في معلومة مهمة لازم ما نوضحها لكم، لازم البني آدم بياكل الطعام على فترات منتظمة. أعلاش؟ لأن المعدة بتفرز لي الحمض الهيدروكلوريك، وهذا حمض الهيدروكلوريك حامض بيوفر الوسط الحمضي. لذلك زي ما قلنا إن الإنسان لابد أن يتناول الطعام بانتظام. أعلاش؟ لأن المعدة بتفرز حمض، هذا الحمض بتفرز لما بتكون المعدة خاوية، مما يؤدي إلى الإصابة بقرحة تسمى بقرحة المعدة. فلذلك المخاطر التي تفرز المعدة لا وظيفته، مش إن هو بيساعدني على تليين الطعام، وإنما يحمي أيضا جدار المعدة من هذا الحمض. كذلك في مسببات أخرى، عوامل أخرى تسبب في قرحة المعدة، اللي هي زي عندنا القلق والإجهاد، هذا كله يسبب لي في قرحة في المعدة. بنجو لعضو تاني من أجزاء الجهاز الهضمي، اللي هي الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوبة عضلية كما هي موضحة بالرسم، كثيرة الالتفاف، تصل طولها حوالي 6 أمتار، وبها غدتان مهمتان هي يعني متصلة بها، اللي هي غدة الكبد وغدة البنكرياس. هذه الكبد وهذه البنكرياس. يختلط الطعام في الأمعاء الدقيقة ب3 عصارات، لذلك يتم هضم الطعام حتى في الأمعاء الدقيقة. يعني أي عضو يقوم بإفراز عصارة يعني يتم فيه هضم الطعام. شن هي العصارات الثلاثة الموجودة في الأمعاء الدقيقة؟ عندنا العصارة المعوية تفرز من جدار الأمعاء الدقيقة، هي وظيفتها وتحتوي على إنزيم الأميلاز وتهضم لي البروتينات، وتحتوي معنا على إنزيم البروتياز واللايبيز. وعندنا عصارة الصفراء التي تفرز من الكبد، وعندنا العصارة البنكرياسية التي تفرز من البنكرياس. يعني 3 عصارات، العصارة توجد في جدار الأمعاء، والعصارات الصفراء التي تفرز من الكبد، والعصارة البنكرياسية التي تفرز من البنكرياس. عندنا الكبد. الكبد عبارة عن غدة كبيرة تميل إلى الحمرة، وإن تقع في الجزء العلوي من البطن، وينتج الكبد سائل أصفر يميل إلى الأخضر يسمى بالمرار الصفراء. لا تحتوي الصفراء على إنزيمات هاضمة. هذا السائل الأصفر يخزن هنا في الحويصلة الصفراوية اللي هي تسمى بالمرارة، وهي توجد في أسفل الكبد مباشرة، ولها قناة أنبوبة صغيرة تنقل الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة. هذه القناة الصغيرة اللي بتنقل فيها الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة. ثم نجو للبنكرياس، وهو غدة حتى هي يبلغ طولها حوالي 18 سنتيمتر، ويقع ما بين المعدة والأمعاء الدقيقة. ينتج البنكرياس عصارة هاضمة قلوية، ويحتوي على حتى هو الأميلاز والبروتياز واللايباز. كذلك ينتج العصارة البنكرياسية، والبنكرياس بيفرز لي هرمون مهم يسمى به هرمون الأنسولين، الذي يعمل على حفاظ مستوى السكر في الدم. ونجو للصفارة الصفراء، وهي تعمل على تكسير الدهون والزيت. يعني لا يتم هضم الدهون إلا وين؟ إلا في الصفراء، حيث التي تعمل على تكسير الدهون والزيوت. والإنزيمات التي تعمل الموجودة في كل من العصارات البنكرياسية والمعوية تعمل على هضم الطعام هضم جزئي. عندنا أميلاز البنكرياس وإنزيم المالتاز والبروتياز واللايباز، هذا كلها تساعد على شني هضم المواد الغذائية. فعندنا اللايبيز يعمل على هضم الدهون، والبروتياز على هضم البروتينات، والمالتاز على هضم المالتوز ويحوله إلى جلوكوز، والأميلاز بيعمل على هضم النشا. هذا بالنسبة للأمعاء الدقيقة. بنجو لآخر حاجة، هي تسمى بالأمعاء الغليظة، وهي بتكون أقصر من الأمعاء الدقيقة، ويصل طولها لحوالي 1.5 متر. وظيفتها امتصاص الماء والأملاح المعدنية، ويحدث ذلك في القولون. هذا القولون اللي بيتم فيه هضم الأمعاء، هضم الطعام أو المواد الغذائية، وما يتبقى منه تكون عبارة عن النفايات شبه صلبة تعرف بالغائط أو البراز، يخزن مؤقت وبعدين بيخرج معه، يقعد داخل المستقيم فترة مؤقتة قبل طرده خارج القناة الهضمية عن طريق فتحة تسمى بفتحة
الشرج كما هي موضحة بالرسم، ومن هيك نعتبر احنا كملنا الجهاز الهضمي وتكوين الجهاز الهضمي ووظيفة كل عضو في الجهاز الهضمي. يعني آخر حاجة خدناها الأمعاء الغليظة التي تحتوي على القولون وبتحتوي على المستقيم، ونهايتها فتحة الشرج. وشن يوجد فيها يا شن وظيفتها؟ امتصاص الماء والأملاح المعدنية، ويحدث ذلك وين؟ في القولون. هذا بالنسبة للجهاز الهضمي في الإنسان، وإن شاء الله نتلاقوا في الفيديو الجاي وبناخذ باب جديد اللي هو نستفيد منه. وهذا الباب شن بيكون اسمه؟ اسمه كيف يحدث الانتشار داخل والأسموزية في جسم الإنسان أو داخل خلايا الإنسان. ودمتم بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.